رجعنا مع حضراتكم تاني ومعانا في الفقرة الأخيرة نجم من نجوم النادي الأهلي، نجم زي ما قلت لكم في الانترو عليه إن شاء الله تكوين مستقبل جديد للاعيب النادي الأهلي. هو على المستوى الفني كان لعيب رائع، ليه تجربة مثالية في البوندسليغا في الدوري الألماني ورجوعه للنادي الأهلي مع تحقيق بطولات. النهاردة مشوار جديد للكابتن ياسر رضوان في بناء مشروع جديد للنادي الأهلي، إن شاء الله نشوف ولاد على مستوى عالي جدا جدا بيحققوا إنجازات على مستوى الفريق الأول. بنرحب بحضراتكم وبنرحب بالكابتن الكبير ياسر رضوان في جيتسيا. جود اندي. أريسكلا؟ يا. شلون نكس جزين؟ يا مش هبقى فيل أربعتن. فيل أربعتن أهلش؟ يا يا. أوكي. انزل بالترجمه انزل بالترجمه طبعاً دلوقتي طبعا بقول له الكابتن بنرحب بيه ازيك، طبعا بقال لي فتره ما شفتكش وبتعمل ايه، قال لي عندي شغل كتير. عنده طيب. شغل كتير طبعا على مستوى قطاع الناشئين هنعرفه طبعا من خلال حوارنا مع الكابتن ياسر رضا. بنرحب بيك يا كابتن ياسر، منور بيتك وعندنا ملفات مهمه اكيد يعني ناخد من وقت حضرتك علشان نتكلم فيها. نبدا مع المنتخب الوطني، يمكن كل الناس من امبارح مركزه جدا مع المنتخب الوطني ومع المنتخب الاولمبي وازاي النتيجه التاريخيه اللي حققها على منتخب البرازيل في ماتش ودي، لكن عايز ابدا بالمنتخب الوطني. شفت ازاي تحقيق ثلاثيه على توجو امبارح والكلام الكتير اللي دار حوالين المدير الفني للمنتخب كابتن حسام البدري؟ طبعا ما فيش شك المنتخب ظهر بمستوى رائع في مباراه امبارح. كان في ضغوط كبيره جدا على كابتن حسام خاصه بعد المباراه الاولى. ضغوط في محلها ولا مش في محلها؟ لا انا شايف ان هي مش في محلها. في نقد في عيوب وفي مشاكل في اللعب، لكن كله ممكن يتصلح وده اللي حصل الفتره الماتش الثاني. وكان الفرق 3 ايام بس بين الماتش الاولاني والماتش الثاني. كابتن حسام البدري تحدى كل جمهور الكوره تقريبا، ما فيش حد ما كانش بيهاجمه الفتره اللي فاتت بعد الماتش الاولاني. والسياسه كان في نقد بناء، وانت عارف انت لعيب كوره ومدرب طبعاً يعني طبعاً. مش كل الناس مش يعني كل الناس بتبقى هدامه يعني صح يعني، بس بننتقد الحاجات السلبيه وبنشوفه كنا سبورت ليه، لكن في بعض الناس كانت يعني انا معاك ان كان الموضوع كان اوفر شويه والانتقاد كان لازع بشكل كبير جدا، بس برضه في الاخر دي ضريبه انك بتشتغل اكيد وهو مصر. وهو بالكاد يمكن هو عمل حاجه غير الطبيعي خالص في الكوره، ان هو اشرك 7 لعيبه مره واحده في 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 خلال ماتشين ما حصلتش قبل كده، وتبقى صعبه جدا على اي تيم. لو قلنا حته الانسجام زي ما كانوا بقى بيقولوا في الماتش الاولاني، حته الانسجام ما فيش حاجه اسمها انسجام. انسجام ده لما يكون في خطه لعب وشكل وتنظيم داخل الملعب وتكتيك معين المدرب بيشرحه وبيوصله بيمرن عليه واللعيبه بتنزل تطبقه، محتاج وقت كبير يعني محتاج وقت كبير. بالظبط كده يا كابتن، وده ما كانش موجود مع الكابتن حسام، لكن هو تحدى نفسه تحدى كل الناس واشرك 7 لعيبه، ودي كانت حاجه انا شايف من وجهه نظري يعني مجازفه كبيره جدا. لكن ياسر قبل لكن النهارده في بعض التغييرات، يمكن كنا بنتكلم في الموضوع ده امبارح ان في بعض التغييرات كانت خارجه عن ارادته واجبر عليها لما اتصاب النني 3 لعيبه يعني. بص هنتكلم على الملف ده بالذات لكن لان كان في رؤيه فنيه واضحه للكابتن حسام في الجزئيه دي، بس خلينا معانا تقرير. التقرير ده كمان بيقول ان توجو بتمنح اكيد تمنح الاطمئنان للكابتن حسام البدري، وان شاء الله بممارات امبارح ان شاء الله احنا متواجدين ان شاء الله في الكاميرون السنة اللي جاية بإذن الله في البطولة الأفريقية. منحت توجو وثيقة الاطمئنان لحسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم بعد الفوز الكبير الذي حققه الفراعنة في العاصمة التوغولية لومي بنتيجة 3-1 ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة السابعة بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية بالكاميرون، تصدر بها قمة المجموعة ليعود الفريق من توجو بحزمة مكاسب بعد أن توجه إليها بحزمة من الأزمات التي ضربت معسكر المنتخب الوطني وأهمها الكورونا والتمرد الذي كان سيهدد استقرار الفريق في المرحلة المقبلة لولا المكسب الكبير الذي تحقق في توجو. سافر المنتخب الوطني لتوجو في ظل حالة من القلق والخوف، لأن أي نتيجة غير الفوز كانت ستضعه في موقف صعب
وقد تطيح بآماله في الوصول للنهائيات وتطيح بالبدري وجهازه وتدخل الكرة المصرية في بحر من الأزمات. ولكن جاءت الرياح هذه المرة بما تشتهي سفينة الكرة المصرية، وعاد المنتخب بثلاث نقاط ثمينة تصدر بها مجموعته وأصبح على بعد نقطة واحدة من التأهل يحصل عليها من المبارتين الباقيتين أمام كل من منتخب كينيا بنيروبي ومنتخب جزر القمر بالقاهرة. والتقط البدري أنفاسه وعاد بثقة كبيرة في مواجهة الأزمات، خاصة من جانب معارضيه الذين كانوا ينتظرون سقوطه. قدم الفراعنة في العاصمة لومي عرضاً أفضل بكثير من لقاء الذهاب بالقاهرة، خاصة في الإيجابية على المرمى، ولعب الفريق واحدة من أفضل مبارياته الخارجية خلال السنوات القليلة الماضية، وأعاد الأمل من جديد في بناء منتخب وطني قوي قادر على المنافسة على الكأس الإفريقية بالكاميرون وسط كوكبة من المنتخبات الإفريقية، رغم غياب نجميه الكبيرين محمد صلاح ومحمد النني. لعبت الظروف المعاكسة التي واجهها الفراعنة لمصلحة الجهاز الفني الذي اضطر للدفع بمجموعة من الوجوه الجديدة كانت وراء الفوز الكبير، وأثبتت كفاءتها خاصة محمد شريف العائدة إلى صفوف النادي الأهلي مؤخرا بعد فترة إعارة قضاها مع نادي إمبي، وأحمد توفيق إلى جانب نجاح طارق حامد ومعه حمدي فتحي نجم الأهلي في تشكيل ثنائي تصدى ببراعة لكل هجمات المنتخب التوغولي. الفرصة أصبحت مواتية أمام البدري لبناء جسور من الثقة بينه وبين الجماهير والعمل في جو من الاستقرار وإعطاء الفرصة للوجوه الجديدة، خاصة وأن المرحلة المقبلة تحتاج تجديدا في دماء الفريق بما يتلائم مع أهداف الكرة المصرية، مع إدارة قوية بمساندة من اتحاد الكرة للمنتخب الوطني. يعني بالرغم من الظروف المعاكسة إلا أنه حالياً مصر منتخب الوطني بتصدر أو في صدارة المجموعة الأفريقية بالتقاسم مع جزر القمر بثمان نقاط. هرجع لده، بس قبل التقرير أو قبل إذاعة التقرير كنا بنتكلم عن فكرة التغييرات اللي عملها كابتن حسام شوية، ما كانتش يعني شوية طبعا كان خارج عن إرادته، والبعض التاني كان يعني ما وجهة نظر كمدير فني يعني صحيح. هو طبعا راهن على مجموعه اللعيبه اللي بدات الماتش الثاني، وهو كسب الرهان في الاخر، واللعيبه اثبتت وجودها في المباراه. لازم برضو نديهم حقهم، لعيبه كويسه. انت بتعمل صف ثاني دلوقتي لمنتخب مصر، ودي حاجه برضو محترمه وكنا بنفتقدها في اوقات كتير يا كابتن هاني. صحيح. لما جيل بينتهي بتاخد فتره طويله قوي عما تبني جيل جديد، لكن ده النهارده انت متوفر عندك الحمد لله. مش معنى كده ان الناس الكبيره او الناس اللي موجوده اصحاب الخبره ان هم لا خلاص، لا بالعكس، ده وجودهم مهم جدا في الفتره اللي جايه، بجانب الناس اللي موجوده حاليا او اللي لعبت الماتش اللي فات، بجانب ان انت عندك منتخب كمان يعني جاي في الطريق، حاجه تفرح وحاجه مشرفه، المنتخب الاولمبي. صحيح. فده كل الحاجات دي جايه في صالح المنتخب الاول. هنيجي للمنتخب الاولمبي، طبعا عامل انجاز كبير، لكن خلينا مع المنتخب الاول. ويمكن في اخلال التقرير ان الكابتن حسام راح بحزمه ازمات وراجع بحزمه مكاسب. انت شايف اهم المكاسب طبعا غير المكسب 3-1، انت شايف اهم المكاسب من مباراه المنتخب القادم؟ اول حاجه الفوز خارج ارضك، ثاني حاجه لعيبه لاول مره تشارك مع منتخب مصر وصغار السن وظهروا بمستوى اكثر من رائع. اتكلم على محمد شريف. طبعا. رابع حاجه الثقه مهمة. والهيبه بتاعه منتخب مصر. صحيح. يعني احنا في فتره برضو يا كابتن هاني جات لنا ان احنا ايه اتهزينا كده، اللي هي بطوله 2000 اللي احنا لعبناها في نيجيريا، الناس كلها عامله حساب لمنتخب مصر وانت جيت برضو ما اديتش بالشكل لا انت فيه هيبه دلوقتي بدات ترجع واحده واحده، واكيد الفتره اللي جايه هتبقى حاجه كويسه. ففي فعلا مكاسب كتير جدا حققها كابتن حسام بجانب المكسب الثلاثه بونت. يعني اكيد المكسب 3 بونت كان مهم جدا على المستوى الفني، انت بتتكلم على الثقه كمان بالنسبه للانتقادات قلت بشكل كبير جدا، وكابتن حسام محتاج في الفتره اللي جايه ان يكون الجو ايجابي بشكل كبير جدا. انت عارف برضو عندنا ان شاء الله في مارس مباراتين، لكن اعتقد ان احنا حسمنا الوصول للمباراه. اتكلم على جزئيه مهمه جدا، انت بتتكلم على لعيبه صغيره، بتتكلم مع محمد شريف
ونتكلم على تألق مثلا لعيب النادي الأهلي بوجه خاص في المباراة دي، بنتكلم على الشناوي، بنتكلم على حمدي فتحي، بنتكلم على أيمن، بنتكلم على حتى محمد شريف اللي كان في إنبي وراجع راجع للنادي الأهلي. رؤيتك وخاصة نتكلم الأول طبعا على محمد شريف ونرجع يعني بالخط الورا كده لغاية ما نوصل للشناوي. يعني هو طبعا محمد شريف من اللعيبة اللي كانت مميزة جدا في الدوري، وهو تاني هداف دوري وما بيلعبش في، يعني كان خارج سور النادي الأهلي، يعني ما كانش في الفريق، واحنا متعودين دايما الهدافين معظمها بتبقى من النادي الأهلي، لكن انت بتلعب في فرقة تانية ومعار وتطلع تاني هداف دوري، دي حاجة كويسة، معنى كده ان انت راجل تستحق انك ترجع فعلا النادي الأهلي وتمثل النادي الأهلي. وده ظهر في المباراة بتاعت المنتخب، هو عنده سرعات وقوة وقدر يستغل، الكابتن حسام قدر يستغل الموهبة كمان اللي موجودة عنده فنيا، واداله المباراة وهو عنده ثقة ان فعلا ان شريف هيبقى حاجة مبشرة. ووظفه كمان خلي بالك كان بشكل كويس، انت عارف في انبي معظم الوقت كان بيلعب سترايكر، بيلعب راس حربة. ومحمد شريف برضو نفتكر قبل ما يجي النادي الاهلي كان بيلعب في انبي على الاطراف، على الاطراف، فبرضه رؤية كويسة من كابتن حسام انه شاف ممكن يلعبوا في بس هو في النادي الاهلي لما لعب يا كابتن لعب على الاطراف، لعب على الاطراف بالظبط، وفي ماتشات كان بينزل في الشوط الثاني وكان على طول بيجيب اهداف، يعني كان صحيح. تغيير دايما ناجح للنادي الاهلي في الفتره اللي هو كان بيلعب فيها. تمام. طبعا الشناوي لا نرجع ارجع بقى على خط النص على حمدي فتحي، انت كده نضيت خط النص، ارجع على حمدي فتحي. حمدي فتحي ده بالنسبه لنا ده لعيب متكامل، لو انت اتفرجت على الماتش بتاع امبارح يا كابتن كل هجمه على النادي على منتخب مصر بتوصل 18 حمدي جوه ال 18، وكل هجمه لمنتخب مصر في 18 الفرقه بتاعه توجو حمدي فتحي موجود في ال 18. وده اللي بنتكلم بوكس تو بوكس. لعيب اي مدرب يتمنى ان هو يبقى موجود في ملعب في فريقه. تكتيكي 100 100، لعيب مهاري 100 100، هداف ما شاء الله، يعني يمكن بيخش اكتر من الهافات الطرف ال 18. لعيب هاف ديفندر مدافع بيعملها كويس جدا. بلاي ميكر اللي هو لعيب 8 جنب 6 في نص الملعب بيعملها هايل. فبصراحه من اللعيبه الكويسه جدا، اللعيبه المميزه، اللعيبه اللي هو فعلا لما يرجع يمكن هو خد في الفتره الاخيره صحيح. لكن مستواه ما كانش لسه وصل للفورمه، انا شايف ان هو ماتش امبارح ده يعني خلاص يعني مستوى دولي طبعا. بالظبط، يعني في فورمه 100%. الفتره اللي جايه وخاصه الماتش بتاع 27 ده هيبقى بالنسبه له حاجه كويسه جدا ان شاء الله. يعني في تاني من اللعيبه الشناوي، خلاص يعني الشناوي امره محسوم، الشناوي يعني ده ما يعني مش محتاج كلام كتير. شنو ده يا عم بيعمل كمان دلوقتي اسيست وما شاء الله بيوصل، يعني بيعمل زي بتاع ليفربول بالظبط. ازاي الاستعداد ده هيكون من قبل كابتن حسام البدري؟ احنا عندنا مباراه مرتقبه مع كينيا وجزر القمر تاني، ازاي كابتن حسام بدري هيستعد ليها من دلوقتي؟ احنا برضو عايزين نقول حاجة مهمة يا كابتن وننوه عليها، يعني طبعا لازم نشكر أجهزة الدولة عن إعادة الدوري، لأن في ناس كتير جدا كان يقول لك الدوري ما يتلعبش. برافو عليك، صح. فبنشكرهم طبعا على اللي هم قدروا ان هم الأمور تمشي بالشكل الطبيعي، وده أثره كبيرة جدا على الكرة المصرية، أولها المنتخب، أهلي وزمالك نهائي أفريقيا وده أول مرة تحصل في بطولة أفريقيا، بيراميدز فاينل الكونفدرالية. لو احنا فعلا ما كناش لعبنا الدوري انا اعتقد ممكن النادي الاهلي هيوصل نهائي، لكن بقيه الفرق ممكن ما توصلش. منتخب اولمبي كان برضه عنده، منتخب انت عارف السن ده الصغير برضه كان عنده بطوله كبيره، عنده بطوله كبيره طبعا. حتى منتخب الشباب يا كابتن في لعيبه كتير بتلعب درجه اولى، في لعيب في هند ولاعيب في المصري ولاعيب في الاتحاد، في لعيبه كتير يعني. فانا اعتقد رجوع الدوري ده كان ليه عامل كبير جدا وعامل مؤثر في اللي وصل ليه الانديه المصريه والمنتخب. مفيش شك ان طبعا عوده الدوري، لان مفيش توقف كبير على ما شهر 3 نوصل لشهر 3 هيكون الدوري شغال، في نفس الوقت هيبقى في فرصه للكابتن حسام يتابع اللعيبه من الناحيه الفنيه والبدنيه يعني كويس تاني. يعني الظروف هتكون افضل كتير من الظروف اللي يمكن الظروف بتاعه المباراه دي الى حد ما افضل شويه من بدايته كان عنده مشكله، كان صعبه شوية بالنسبه كان صعبه جدا. اي حد في ظروف الكابتن حسام يا كابتن يعني كانت ظروف صعبه قوي المباراتين الاولانيه بالظبط، مباراه يعني كينيا وجزر القمر بالظبط، كان مفيش دوري، الدنيا ما حدش عارف هي رايحه فين. صحيح. يمكن هو عوده الدوري هو ده اللي خلاه نجح الماتشين اللي ورا بعض، اللي هنا كسب 1-0 وهناك كسب 3-1.
فرقوا معاه كتير جدا. عودة الدوري مرة تانية طبعا، بداية الدوري الجديد، ماتش نهائي أفريقيا يعني ماتش كبير، وماتش برضه هيبين حاجات كتير جدا. وانت عارف يا كابتن دايما يقول لك في لعب دولي ولعب ودي موجوده يعني احنا شفناها وبنشوفها ولسه وهتفضل موجوده يعني. وفي لعب يقول لك لا ده لعب تمرين وده لعب ماتشات، في ناس بتكسر الدنيا في التمرين وتيجي في الماتش الضغط العصبي والشده وبتاع 45 60% من مستواه بيروح في الموضوع ده. انت شايف حمدي فتحي انه لعيب متكامل زي ما قلت من شويه، مين من اللعيبه التانيين اللي كابتن ياسر رضوان شايفهم ممكن يبقوا نجوم المنتخب في الفتره اللي جايه؟ انا شايف بصراحه الشريف لو خد بشكل كويس بصراحه يعني لان هو ايجابي بشكل كبير. اول يعني زي ما بيقولوا كابتن فريست بول على الجول، على الجول هو دايما ده انت، وده انت دايما بتحتاجه في الثلاثه على الاقل، في الثلاثه او الاربعه اللي قدام ان اول تفكير ليك انك تروح للجول. مظبوط. فدي عنده موجوده بجانب ان هو ما شاء الله عنده سرعه عاليه جدا، وان هو كمان قوي مش ومهاري في نفس الوقت يعني، والفينش كويس على يعني الفينش احنا يعني من خلال مباراه الدوري حسينا ان هو زي ما انت بتقول نقطه فنيه مهمه جدا. في لعيبه انت حتى كمدرب تقول له اول ما تستلم روح للجول، وخاصه انت في الثلث الهجوم، وهو ده عنده بالطبيعه حتى لو بيلعب راس حربة اتجاهه للجول الفينش بتاعه بشكل كويس. فتفتكر ده كمان رؤيه جيده جدا من الجهاز الفني للنادي الاهلي ان عوده محمد شريف بعد تعلقه مع ايم بانه يكون متواجد السنه الجايه مع النادي الاهلي؟ يعني والله يا كابتن بص انا عايز برضه اقول حاجه، ان من عوده المجموعه اللي قعدت من الاعراض دي انا شايف ان هم فعلا يستحقوا ان هم يرجعوا يعني. الولاد بذلوا مجهود كبير، ناصر وصلاح محسن وشريف واكرم، الاربعه ظهروا بمستوى اكثر من رائع خلال الدوري، والاربعه فعلا يستحقوا ان هم يبقوا موجودين في النادي الاهلي. جت لك الفرصه، هو بقى هو اللي هيصنع الفرصه. انت يكفي ان انت موجود جوه النادي الاهلي، استغل ده بقى بالظبط يعني اعمل نفسك نجوميه او اعمل لنفسك تاريخ، وانت عندك كل يوم. انا بالنسبه لي انا لما بنلعب ماتشاتنا احنا ماتشاتنا كل يوم ماتش، كل ماتش بطوله في النادي الاهلي يا كابتن. مظبوط. ضغط عصبي وشد ولازم تكسب ومطالب بالمكسب، ما ينفعش تتعادل، ما ينفعش تخسر، ما ينفعش حاجات كتير. فانت يا تبقى قد المسؤوليه يا خلاص، وجيت لك الفرصة مرة تانية. انت كنت صغير ساعتها خرجناك اعارة، بس رجعت عندك فرصة ذهبية حاليا في وجود طبعا تفيد نفسك وتضيف طبعًا للنادي الاهلي طبعا مستر موسيماني. وانت بتقول لي يا ياسر، انت حتى بسألك على شغلك في التدريب، انت ماسك طبعا فريق مهم جدا، انت بتتكلم على 2001 2002 بقوا فرقه واحده، قلت لي في اكتر من 8 9 لعيبه اوريدي بيتمرنوا مع الفريق الاول الفتره اللي فاتت يعني بصراحه كابتن يمكن هي الموضوع ده حته التواصل القوي ده ما حصلش من فتره طويله قوي، يمكن من اول ما اشتغلت انا في النادي، من الكلام ده في 2007 او 2008 اللي هي شكري وشهاب ومجموعه اللي هي بتاعت عفروتو تقريبا او عفروتو وعمرو جمال وحسين السيد وايمن اشرف والمجموعه دي. من الفتره دي لحد الفتره اللي احنا فيها دي ما شفتش العدد او الكميه الكبيره دي من اللعيبه تتمرن درجه اولى. انا فوجئت طبعا كابتن خالد بيبو والمدير الفني التشيك اللي معانا مستر مايكل كلموني، احنا عايزين 9 لعيبه من عندك مراكز كذا 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 كذا، ونفس الكلام طبعا من عند الكابتن عمرو انا. طب ايه؟ قال لك دول هيتمرنوا مع الدرجه الاولى. احنا مش مصدقين الولاد نفسهم، مش مصدقين بصراحه يعني. انا بكلمك للامانه يعني طبعا. فالحته دي تتحسب للمجلس الاداره والفكر الجديد اللي هم بيحاولوا يعملوه، وان هو ما يضيعش تعب النادي على اللعيبه دي وفي الاخر يمشوا كده هباء يا كابتن، لان هم فعلا لعيبه كويسه، لعيبه مميزين. لما انت قوام منتخب مصر سواء شباب او اولمبي او ايا كان منتخب قوامه بيبقى مثلا 7-8 لعيبه من النادي الاهلي، وبعد كده اللعيبه دي بعد مثلا ما وصلوا سنه معين بيمشوا من النادي وبيطلعوا في الفرق الثانيه وبقوا نجوم وبتاع. لا جت لنا الفرصه وجالنا حد يساعدنا، راجل بيحب يشوف الناس كلها، يحب يشوف لعيبه النادي كلها، وده اللي بتقوله للعيبه في عين طبعا يا كابتن. ده اللي بتقوله للعيبه بقى حافز قوي جدا يا كابتن. دلوقتي بقى في لعيبه يعني، في ناس ما طلعتش، ما انت مش هتقدر تطلع ال 25 وال 23 كابتن انا ما طلعتش ليه كابتن، هو في حاجه كابتن طبعا تساؤلات بتزيد بعد ما كان بيفكر بس هو هيلعب ولا مش هيلعب، لا دلوقتي بيفكر ان هو مظبوط. فده الراجل عمل معانا بصراحه حاجه محترمه تتحسب له، ان في دافع عند اللعيبه عندي دلوقتي ان هو عايز يطلع درجه اولى صح. شايف وانا من الناحيه الثانيه انت فرصه ذهبيه
ان احنا دلوقتي في تواصل كويس جدا، والراجل حابب يشوف لعيبه النادي كلها ويشوف مين اللي يصلح او يفيد الدرجه الاولى وهيخليه معاه، واللي مش هيصلح هيرجع يشتغل معانا شويه لحد ما مستواه كمان يرتقل. حافز ليك انت كمدرب كمان يا اسطى، انت كمان لما بتلاقي حد بيبص لاولادك ده كمان مهمة انت جدا بتجتهد يعني. في شغلك انا بحس ان انا حاجه مهمه يعني. حاجه لها قيمه بالظبط، بخلاف ان انا بتفضل تشتغل انت عشان بس تخلص الدوري بتاعك وهتبدا الدوري الجديد وخلاص. انك انت يعني انت عندك قيمه وبتقدم قيمه للنادي الاهلي وجزء طبعاً. من المنظومه بشكل كبير يعني. وده يمكن اللي اتكلم معانا فيه يمكن اول اجتماع كابتن خطيب، احنا عايزين ناس من تحت تطلع فوق يعني، عايزين لعيبه تطلع زي الاول. يبقى في لعيبه اللي متربين عندنا، اللعيب بيتربى عندنا 5 6 7 10 سنين وبعد كده بيمشي. حصل توقف يا كابتن ياسر، كان في فتره يعني حصل فيها توقف بشكل يعني لافت قوي طبعاً. ان مفيش حد بيتم تصعيده من الناشئين فتره طويله لحد فترة طويلة ما جاء العربي وشادي وكم واحد بس هم اللي الفتره الاخيره دي يعني. طيب. لكن انا شايف ان الفتره اللي جايه دي ان شاء الله هتشوفوا مواهب كويسه جدا، لعيبه كويسه جدا من اولادنا، بدات بوادرها تبان ان شاء الله. كابتن ياسر هنستاذنك في فاصل، نطلع فاصل ونرجع. نطلع على فاصل ونرجع نكمل. اوكي هي دي في البيت الكبير. فاصل ونعود. رجعنا مع حضراتكم والكابتن الكبير ياسر رضوان. ياسر كنا بنتكلم على المنتخب الاول، ان شاء الله يعني انت من تحليلك ان شاء الله موجودين باذن الله بشكل كبير جدا في امم افريقيا في الكاميرون ان شاء الله. الجزء الاخر المنتخب الاولمبي، المنتخب الاولمبي عامل مشوار، خلينا نقول مشوار اكتر من رائع، بدايه من الفوز بالبطوله الافريقيه، نهاية بفوز تاريخي يعتبر على مستوى التاريخ نفسه، ان ما فيش اي فريق مصري على مستوى الناشئين اذا كان شباب اولمبي او حتى الفريق الاول فاز على منتخب البرازيل. شفت المباراة ازاي يا كابتن ياسر؟ طبعا ما فيش زي ما قلنا يا كابتن في الاول ان كابتن شوقي غريب عامل منتخب محترم جدا، عنده لعيبة مميزين جدا وهيبقوا اضافة قوية جدا بعد كده للمنتخب الاول ان شاء الله. عندنا مجموعة مميزة جدا من النادي الأهلي، حوالي 5 لاعبين صحيح، ويمكن هم العمود الفقري بتاع المنتخب. عندنا أحمد ياسر ريان من الفراودة الواعدة إن شاء الله، كمان أحرز هدف بشكل رائع ومميز. عندنا صلاح محسن، ده برضه صلاح يا كابتن فترة وهيبقى منتخب أول. هو كان معانا بس للاسف كان بص صلاح محسن كان خلي بالك من لعيب رائع، بداياته كانت هايله، بداياته كانت على اعلى مستوى، كان معانا في منتخب مصر حتى الاجيري كلهم كانوا مبسوطين بيه جدا. في فترات هو خرج عن التركيز شويه والكيرف قل، وده مهم جدا، وبقول كمان الاداره الفنيه النادي الاهلي كان مهم جدا يخرج في الوقت ده، لان كان لو ممكن كان قاعد شويه كان ممكن هيبقى مشكله لنفسه للنادي. فخروجه لنادي سموحة وظهوره بشكل أفضل من رائع، وظهوره كمان مع المنتخب الأولمبي، فده رجع كمان للنادي الأهلي، وانت زي ما تقول فرصة كمان انه كمان يحسن من مستواه، لانه هو لعيب كويس، لعيب هايل، عنده مميزات كتير بصراحة يعني، زيه زي محمد الشريف بالظبط. انا ده وجهة نظري، يمكن هو كمان عنده سرعة اعلى من الشريف في الحتة اللي قدام، وبرضه زي ما قلنا من النوع اللي بيروح على الجول وبيعرف يجيب جول صح. ناصر ماهر طبعا ده حاجه حدوته لوحده من هو صغير وهو في مدرسه الكوره، كان معاك يا كابتن ياسر، كنا بنروح نتفرج يعني، كنت ساعتها انا نائب مدير قطاع الناشئين مع كابتن زيزو، بس كنت بقى احب اروح اتفرج على ناصر، وخاصه كمان هو من المنصوره فيعني بلديات يا عم. ماشي. يمكن كنت ماسك منتخب مصر مع كابتن علاء ميهوب، كان ناصر معانا، كان كنا منتخب 95 وناصر 97 2005 لا ده الكلام ده 2013 اوكي. ناصر جاب جون في السودان، وكنا بنلعب السودان في السودان مباراه رسميه، حاجه مش طبيعيه، كانت تصفيات مؤهله لافريقيا يعني. اوكي. من نص الملعب يا كابتن الكره جات له، هو شايف الجون وطبت بالظبط على خط نص الملعب، وهو مش شايلها من فوق في قلب الجون، حاجه يعني جون اكثر من رائع. فهو لعيب مميز جدا، وان شاء الله هيبقى اضافه الفتره اللي جايه للنادي الاهلي، بيظهر بشكل اكثر من رائع مع منتخب مصر. عندنا برضو اكتر من واحد اكرم طيب، وفي الكريمين بقى كريم العراقي طبعا وفؤاد، ايه رايك فيهم؟ ده لعيبه كويسه بصراحه. يمكن كريم العراقي عمل كمان بطوله افريقيا
اكثر من رائع. يمكن انا استغربت الفتره الاخيره ما كانش بيشارك بشكل اساسي مع النادي الاسماعيلي، لكن خاصه بيلعب في مركزك يعني. كريم انت ما شاء الله يعني انت من علامات التاريخ المصري في كره القدم، باك يمين لما بنقول من احسن باكات اليمين، جت طبعا مع كابتن ابراهيم طبعًا حسن طبعًا. كابتن ياسر رضوان عملت شغل هايل بصراحه، ربنا يخليك كابتن. فهو برضو من الناس الكويسة، ولا منتخب واعد، منتخب منظم، بيظهر بشكل كويس. يعني أنا بالنسبة للناس بيقول لك مفاجأة، لا هي مش مفاجأة. أنت عندك منتخب محترم، وكابتن أنت برضو يمكن حضرتك أدرى مني بالموضوع ده، إحنا كرتنا شبه الكرة البرازيلية يعني، عندنا الحرفنة وعندنا كل حاجة وعندنا كمان القوة، بس إحنا ما كناش بنتوظف كويس، أو ما كناش بنتمرن بالشكل الكويس، أو العلم كان بعيد شوية عن التدريب عننا. لما بدا العلم يندمج مع التدريب ومع الخبرات وكده، الموضوع بقى فارق كتير جدا مع اللاعب المصري. نات عندنا ياسر، بس الفريق البرازيلي معلش طبعا مفاجاه، خلينا نتكلم كل امانه مفاجاه ليه؟ لان المنتخب البرازيلي انت لو تشوف اللعيبه بيلعبوا في ريال مدريد، بيلعبوا في الدوري الانجليزي، بيلعبوا في الدوري الايطالي يعني. طب ممكن اسالك انا سؤال يا كابتن؟ قول لي. لو انت عندك نفس المناخ ان بقى عندك لعيب كويس ويجي له عرض وتمشيه، مش هيبقى عندك لعيبه كتير في اوروبا؟ ده احنا هيكون عندنا اجيال، احنا ممكن ناخد ميداليه اولمبيه ونروح ليه افريقيا عالم ليه منتخبات افريقيا كلهم لعيبه محترفه؟ ليه؟ لان لما بيجي له اي نادي في اوروبا مش شرط يكون حاجه توب، بس مزبوط. بيوديه بيروح له، كله فدى للنادي وللبلد والمنتخب وفدى للولد نفسه. احنا لو عندنا نفس الفكره يا كابتن الموضوع هيتغير والله. مش في افريقيا بس، البرازيل كمان يا سام معلش، مع يعني عدم انت بتتكلم الاولاد بيطلعوا من البرازيل بيروحوا الانديه وعندهم 16 و17 سنه واقل من كده، ولما يكون عنده واقل من كده ما يكون عنده 18 سنه بيلعب في انديه كبيره، بيلعب في ريال مدريد، بيلعب في بايرن ميونخ. هو ده الفرق بس يا كابتن. يعني انا شايف من وجهه نظري انا الشخصيه يعني المتواضعه، ان احنا لو بنعمل كده مع اللعيبه دي، عندنا يعني عندنا اجيال محترم، عندنا لعيبه كويسه لدرجه ان مستر مايكل مثلا يقول لي انا مش ما كنتش متخيل المهاره اللي او النواحي الفنيه اللي اللاعب المصري بيها. هي مشكله اللاعب المصري هنا، مش في مش عقله، مش مش في مش مش في المهاره ولا في القوه ولا السرعه. انت اقوياء وسراع ومهاريين، لكن المشكله كلها في الديسيبلين بقى. بس بالظبط يعني. طيب. ان لما تعمل تكتيك ازاي هو ينفذه او ازاي هو يلتزم بيه خلال ال 90 دقيقه، مش 10 دقايق وينسى. وبينسى في بعض اللعيبه بتنسى. لا ده مش بتنسى بعض. معظم المعظم. اكيد يعني. طب احنا قلنا انه منتخب الاولمبي حقق يعني فوز تاريخي على البرازيل، يمكن هو عنده تجربه النهارده او هيخوض تجربه وديه جديده مع اليابان افتكر في ديسمبر اللي جاي. بتشوف التجربه دي ازاي؟ هيعمل فيها ايه كابتن شوقي؟ يعني هو كابتن شوقي من المدربين اللي هو كل مباراه عنده بطوله زي ما بيقولوا. يعني هو بيحضر لها كويس جدا. ما فيش حته اللي هي الاستخفاف بالمباريات دي مش موجوده عنده كمان. كل المباريات عنده رسميه، وهو عايز يعمل حاجه، لان طبعا قبل كده كان في منتخب اول وحصل دروب وبتاع، فهو عايز برضو ان يقول لك لا انا مدرب كويس ومدرب ناجح، ومن خلال المنتخب اللي موجود معايا. المنتخب الاولمبي هيلعب اولمبيات، حاجه كبيره، حاجه محترمه. لو حقق نتيجه كويسه ووصل للادوار الاخيره، هتبقى تاريخ جديد للمنتخب المصري. تاريخ جديد طبعا للمنتخب المصري لو حصل على ميداليه اولمبيه ان شاء الله. كابتن طبعا شوقي غريب كان من اوائل المدربين الحاصلين على البرونزيه على مستوى كاس العالم، لكن كمان اللي عجبني ان هم بيشتغلوا بهدوء نمره واحد، وان هو ما بيخافش ان يلعب البرازيل ولا يلعب الارجنتين ولا يلعب كوريا. لان في بعض المدربين تقول لك لا طب ما انا اجيب مثلا فرق من افريقيا. يعني فانا بحترم ده جدا فيه، ويعني انه مغامر يعني مش مغامر ان هو انا ليه لا ما العبش البرازيل. بس يا كابتن يعني انا يعني الثقه بتاعت المدرب دي بياخدها من مين؟ من لعيبه. من لعيبه طبعا. فاحنا هنرجع برضه في الاول والاخر ان هو معاه مجموعه لعيبه محترمه مساعدات، لعيبه كويسه، جيل كويس. لعبوا وهم صغيرين، لعبوا دوري ممتاز وهم صغيرين، يعني جات لهم الفرصه وهم تمسكوا بالفرصه. عشان كده هو معاه منتخب كويس، عشان كده انا بطلع العب البرازيل، العب اليابان، هو قادر يشكلهم، العب فرق كلها كبيره. فده حاجه كويسه بصراحه يعني. اكيد اكيد. وتجربه اليابان زي ما قال سام تجربه كمان مهمه جدا، لان اليابان هي مستضيفه كمان، هي مستضيفه البطوله. ويعني خلص طاري بقى لان هم خرجونا انا من الاولمبياد في 2012، ف هياخدوا طاري حضرتك بقى. هياخدوا طاري انا يعني ان شاء الله باذن الله، ويوصلوا ان شاء الله يحققوا بطوله ويعملوا بطوله كويسه.
ونحقق مركز افضل من اللي الكابتن شوقي حققه قبل كده باذن الله، وهو برضو اللي يكسر الرقم بتاعه ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. ان شاء الله. طيب نروح على النادي الاهلي، نروح النادي الاهلي بقى ونتكلم عن مباراه. انت كنت حتى يمكن بتتكلم في اول كلامك خالص عن ان كل مباراه للاهلي هي بطوله. عندنا مباراه مهمه جدا يوم السبت اللي جاي مع ابو قير للاسمده. شايف مبدئيا المباراه دي ازاي؟ التشكيله ممكن يعتمد عليها في النهائي ان شاء الله يوم 27 ولا لا بعيدا؟ اول حاجه احنا ما بنبصش، احنا بنلعب احنا بنبص على 3 بونت. مفيش 3 بونت كاس. يعني هو ده هو ده المكسب يعني. التارجت بتاع النادي في أي حتى يعني. في مدرسه الكره تحت يعني، هو انت نازل في 3 بونت صح، هتلاعب مين ما مش بتاعتي. مظبوط. هو ماتش، وماتش مهم، وماتش بطوله يعني. انت ما هتكسب سماد ابو قير بعد كده في قبل النهائي والنهائي. بالظبط يعني. فدي بطوله برضه هتخش النادي صح. حاجه مهمه، فاكيد مستر بيتسو اكيد محضر لها كويس. اللي عاجبني كمان يعني هي فرصه برضه كان ممكن يشرك بعض الناس اللي موجوده تحت او اللعيبه المميزه في لا هو مركز ان اللعيبه الاساسيه هي اللي هتخوض المباراه دي. تفتكر؟ انا بقول يعني طبعا يا كابتن مش ممكن هيبقى في 20% مريحين، لكن في معظم اللعيبه هتبقى موجوده يعني، استحاله هو هيغامر بالفرقه كلها. مش ممكن يكون في شويه خوف من الاصابه ان اللعيبه الدوليه مثلا راجعه من رحلات طويله مثلا ايمن اشرف كابتن حته الاستشفاء دي؟ لا الاستشفاء يعني خلاص هو يقدر يعملها. لا يعني هو اكيد راجل وصل بس شويه من الاصابات يعني، وممكن تكون المباراه مش هقول مباراه سهله، انا مباراه كاس، لكن مباراه اجواء مناسبه انك تدفع ببعض اللعيبه الصغيرين، اللعيبه مثلا اللي ما خدتش ماتشات كتيره ممكن تبقى متواجده يعني. ولا انت شايف ان هو ممكن؟ بص ممكن زي ما حضرتك بتقول يا كابتن، اللعيبه اللي راجعه من المنتخبات على الاقل يريح كم اللي هو الرحلات الطويله قوي، ممكن ده ممكن يريح. لكن انا رحت الطياره خاصه ورجعت، ايه التعب في كده؟ لعبت ماتش ورجعت يعني. انا شايف ان ما فيهاش اي تعب كده. وسائل الراحه يعني. يعني وسائل الراحه مش زي يعني دلوقتي مش زي زمان. انت عارف بقى الطياره بتاعت بوركينا فاسو كانت عامله ازاي؟ طياره بوركينا فاسو. الطيار هو هو بيعمل كل حاجه تقريبا يعني. فعلا. يعني ده حقيقه. انت دلوقتي النهارده طياره خاصه، النهارده بتنزل على الفندق، فندق محترم، ملعب كويس. مكيفات في كل حته الدنيا. طيب. الامور سهله وبسيطه يعني. فانت رايك ان هو ممكن يعتمد على التشكيله اللي هيلعب بيها في النهائي؟ مش 100% برضه مش 100% يعني. انا عارف ان هو في بعض الناس هتشارك من اللعيبه الكبيره برضه اللي موجوده، مش من اللعيبه الصغيرين او الناشئين. هي هياخدوا فرصتهم ان هو يحاول يقربهم برضه لل. طيب السؤال يمكن سالته لبعض الناس وانت ممكن تكون عندك اجابه اكثر خبره في الجزئيه دي، ناحيه باك اليمين ان شاء الله هاني يكون متواجد. احنا ان شاء الله هاني خلال 3 ايام هيكون متواجد باذن الله. سيناريو لا قدر الله حصل ممكن يكون مين البديل يعني؟ لا قدر الله احنا دايما بنفكر وانت عارف مدرب ياسر بتفكر ايه اللي ممكن يحصل لا قدر الله وحصل حاجه لهاني، مين البديل المناسب؟ في 3 اسماء اتطرحوا، اتطرح اسم رامي ربيعه، واتطرح اسم حمدي فتحي، واتطرح اسم طرحت مثلا حسين الشحات. انا شايف يعني موضوع حمدي فتحي ناحيه اليمين هيعملها كويس، لكن هتفقده في نص الملعب. هتفقد خطوره يعني جزء كبير من خطوره النادي الاهلي في نص الملعب. رامي لما كنت ماسك انا ال 91 كان هو 93 وكنت بصعده على طول معايا. كان بيلعب باك يمين. كنت بلعبه باك يمين. انت شايف ان هو فهو عند يعني هو لعبها هو صغير فحافظ لعبها ولعبها كتير فممكن يلعبها يبقى حافظ وبتاع يعني. لو انت عندك الحته اللي ورا خلاص الناس موجوده وكويسه، انا ممكن اضحي برامي احطه في ناحيه اليمين بحيث ان هو برضو يقفلها ويقدر يعمل عنده قدرات عنده قدرات يقدر قوه وسرعه. لكن حسين انا استغله قدام احسن ما استغله ورا، لانه اكيد مش يعني هو بيقدر يشتغل في النص التلت الاخير الهجومي افضل من التلت الدفاعي. ساعات بيبقى واحد بيجي من مهاجمين يحاول يدافع معاك او يساعدك لان هو مش متعود، فتلاقيه عمل لك ضربه جزاء، عمل لك حاجه، دخل في واحد جامد، عمل فاول في مكان حساس او مكان مؤثر. فالحاجات دي انا شايف المدافعين هم الاقرب ان هم يبقوا موجودين فيها يعني، افضل للفريق يعني. اكيد اكيد. طيب السؤال اللي بقى التقليدي يعني، واحنا على ابواب النهائي الافريقي، شايف المباراه المرتقبه بين الاهلي والزمالك ازاي في النهائي؟ وتوقعاتك ليها ايه؟
مفيش توقعات، ان شاء الله هنكسب باذن الله. يا رب. ان شاء الله. لا انا مش بسالك هنكسب ولا لا، هنحقق نتيجه كام ان شاء الله. كابتن هاني طبعا لعب دريبات كتير جدا، انا ما لعبتش ربع اللي هو لعبه. المباراه بتتحسم في الملعب في 90 دقيقه، الاكثر هدوءا، الاكثر تركيزا، الاكثر حافز، اللي عنده حافز اكتر من الثاني. دي حاجات كلها بتفرق مع اللاعب في نفس اليوم. فانا شايف ان شاء الله بالمستوى اللي احنا شفناه الفتره الاخيره. وعايز اقول حاجه كمان يا كابتن بصراحه، يعني انا بقول طول ما النادي الاهلي كويس ما تخافش على منتخب مصر. دي واحسبها على مدار السنين بقى. احنا دايما دي بسمعها حتى وانا صغير في يعني الماشيين. بالظبط، يعني طول ما منتخب مصر عايز يبقى كويس النادي الاهلي يبقى ماشي كويس. فاحنا الفتره اللي فاتت ماشيين كويس، وده انا شايف ان هو يعني تكليل لجهود المنظومه كلها انك تاخد بطوله افريقيا ان شاء الله. فلازم اللعيبه تبقى عارفه، طبعا احنا ما بنحطش ضغط عليهم، احنا كنا لعيبه وكنا وعارفين بنتعامل ازاي مع المواقف اللي زي دي. كنت بتتعامل ازاي يا حتى انا تفكيري كله كان انت لعبت برضو ماتشات كبيره في المانيا والتحضير، بس يمكن المانيا يا كابتن برضو مش زي يعني مش زي النادي الاهلي بصراحه. اكيد يعني اكيد الضغط على مستوى هنا قوي جدا. لو ما قدرتش تتعايش مع الموضوع من بدري، يعني مش هينفع ان انا اجي اقول لك ايه ركز يوم الماتش، لا انت لو ما ركزتش من قبل الماتش بيومين ثلاثه او طول الفتره الاسبوع، ما انت برضو الوقت الطويل ده ممكن يخليك يدخلك في ضغط عصبي بدون ما تشعري. لكن هي محتاجه خلال الاسبوع اللي انت هتلعبه في الماتش تتحفظ الناس دي بتلعب ازاي، اتفرج عليهم. طبعا دي اكيد بيعملوها، يعني اكيد بيتفرجوا على ماتشات النادي الزمالك. بشوف من اللي بيلعب مكاني، بيلعب بيدخل لجوه، بيطلع لبره، بيرقص ازاي، بيسلمها، بيكمل منين لما تكون الكره في الناحيه العكسيه. ببدا اتعايش في جو المباراه اكن المباراه بتتلعب قدامي وانا موجود فيها. فكده انا بقى خلاص يعني الحمد لله مركز وتمام. التوفيق بتاع ربنا بقى هو اللي زي ما حضرتك قلت يا كابتن، انتوا ممكن لا قدر الله يحصل نتيجه سلبيه والناس تسقف لكم، يعني معنى كده انت عملت كل اللي عليك. ده هو التركيز اللي احنا بنتكلم عليه، لكن غير كده هيبقى مش في صالحنا. طب ده على المستوى الفني يا ياسر، بتتحضر فنيا تبدا تتفرج او يعني طبعا دي في محاضرات موسيماني اكيد بيقوم بيها في الفيديو انلايز وبيحاول يقول ده نقاط الضعف والقوه، اللاعب بيحاول يعيش الجزئيه دي. طب على المستوى التاهيل النفسي ومسؤوليه اللاعب نفسه كلاعب، انت ككابتن ياسر رضوان عندك مباراه مهمه جدا جدا، ازاي بتاهل نفسك نفسيا ومعنويا للمباراه ديت؟ هو طبعا مفيش شك يا كابتن انت يعني الموضوع التاهيل النفسي ده بقى عامل مهم جدا، قبل المباراه واثناء المباراه، حتى ما بين الشوطين، حتى بعد المباراه بقت حاجه مهمه جدا للاعيب الكوره، انك ازاي تحطه في التفكير او في انا بتكلم شغلك انت. انا يعني طبعا في كلاعب يعني هو الجهاز الفني بيقوم بيها، اللعيبه الكبيره بتتكلم مع بعض، لكن انا كلاعب كمان اساعد نفسي ازاي ان انا اجهز نفسي على المستوى النفسي لمباراه كبيره زي دي. انا اول حاجه يا كابتن لازم ابقى ملتزم في كل شيء، في نومي، في تمريني، في اكلي، في كل تحركاتي لازم ابقى يعني اعملها زي ما الكتاب بيقول. ليه؟ لان الحاجات دي حته التوفيق برضو يا كابتن ما بتجيش من حاجه واحده. مظبوط. ده عده حاجات، يمكن اكتر من 100 ولا 200 حاجه ممكن تخش في عمليه حته التوفيق دي. ان انا انام بدري، ان انا ما بتكلمش كتير، ان انا مش عارف، في تفصيلات وصغيره جدا. بالظبط يا كابتن، زي ايه يقول لك تيدلز بسيطه جدا، في صغير قوي انت بتحط التمرين. بس في حاجات بقى ما بين السطور لو انت ما اتعملتش صح التمرين ممكن يبوظ من الفرقه، او ممكن ما تاخدش الشغل اللي انت عايزه منه. فطبعا اللعيب لازم يبقى عارف، اكيد هو عارف ان عنده مسؤوليه. اعمل تاريخ لنفسك، انا ساعات كنت انزل كل مباراه ان دي اول مباراه العبها في حياتي. انت بينك في المباراه المهمه ولا اي مباراه بتنزلها؟ اي مباراه في حياتي، بره جوه منتخب، ده لازم يبقى التفكير. ده اول مباراه ليا في حياتي، لازم اعمل حاجه تبقى كويسه جدا. لا بقعد احاسب نفسي، يعني انا فاكر لنفسي كور دلوقتي مثلا كنت اجي ارفعها يا كابتن تروح ورا الجول. افتكرت ايه دي؟ تروح ورا الجول دي يعني شوف انا يعني فاكرها لحد الان. من كتر التركيز ومن كتر ان انا مش عايز اغلط، مش عايز اعمل حاجه غلط، عايز اساعد فرقتي باقصى مجهود عندي. الحاجات دي لازم اللاعب يقعد يفكر فيها، لازم يحفز نفسه. انا بصنع تاريخ، بطوله افريقيا، يعني هلعب كاس عالم انديه. صحيح، في حاجات بتركب فوق حاجات. زي دلوقتي بصراحه محمد صلاح مثل يعني عظيم، كل يوم طموحه بتزيد، كل يوم طموحه بتزيد، عشان كده هو شغال من درجه لدرجه. يعني برضه سهام ما بيقفش ليه؟ بالرغم ان عندهم طبعا حد بيشتغل عليه نفسيا بالنسبه للفرقه كلها، لكن صلاح مثلا بيجيب كتب
بيقرا ازاي في لقطه، فاكر من لقطه من اللقطات لما بيشتغل يوجا ده شغل، ده شغل بيطلع نفسه كمان نفسي نفسه بيشتغل على نفسه خارج الكوره يعني خارج اطار الفرقه وكل ده بقى هو يعني هو وصل بقى وصل ليفل يعني ايه بروفيشنال، هو كمان بيشتغل على نفسه، وده الجزء اللي بكلمك عليه ان كمان في جزء على اللعيبه ولازم تعرفه. ويمكن كابتن سيد عبد الحفيظ قال ده مهم كمان في الفتره ديت، ان لازم تحافظ على نفسك، انك التواجد بره البيت مش مطلوب، مع تجمعات مش مطلوب، ما ينفعش ان انا اروح عيد ميلاد واحد صاحبي او في ظل الظروف اللي احنا موجودين فيها طبعا ديت طبعا هتدخلك في مشكله لا قدر الله زي ما حصل مع منتخب بالظبط. فدي يعني كمان من ثلاث لعيبه مثلا في ماتش مهم كان ممكن لا قدر الله تحصل اي مشكله، كان ممكن يبقى بسبب الاصابات الفيروس كورونا الثلاث لعيبه دي. فاحنا برضو احنا مش عايزين نروح يعني اللعيب لازم يبقى عارف انت حافظ على نفسك بالظبط، وجودك مهم، اللاعب ما يفكرش انا هلعب ولا مش هلعب، دي سيبها يعني انت اعمل اللي عليك، وبعد كده حته اللعب دي لازم كل واحد يبقى من جواه يعرف ان هي رزق ونصيب في الاول والاخر. هو المدير الفني بيقعد انت حضرتك عارف كده، تقعد انت والجهاز بتاعك وبتتناقشوا، ياسر ينفع، واحد يقول اتنين يقولوا لا، خلاص يبقى ياسر من وجهه نظرنا ان هو ايه مش هيبقى موجود، لا هنحط مثلا الكابتن هاني مكانه عشان هو افضل في الحته الهجوميه، لا افضل في الحته الدفاعيه، الحاجات بتحصل كتير. طيب. هو في الاول والاخر انت بتعمل اللي عليك، وهو رزق ونصيب، لو ليك نصيب بتلعب، لو المدرب بيكرهك هتلعب. صح. بس دي موجوده اعتقد، دي ما يعني انا اعتقد لعيبه النادي الاهلي عندها ديت، هو كل واحد طمعان اللعيبه الصغيره يا كابتن، ما اللعيبه الصغيره اللي بتتعلم والكبار بيكلموهم يا اسطى، يعني اللعيبه الكبار بيكلموهم، عندنا الشناوي وعندنا ايمن وعندنا سعد وعندنا لعيب وليد وكل دول اللعيبه الصغيره ممكن تكون عندها حماسه ان انا عايز العب، لكن اللعيبه الكبار بيفهموهم وبيخش على طول وبدأوا خلاص زمان في الملعب في التدريبات. احنا حتى من دلوقتي يا كابتن احنا شغالين علي يعني احنا شغالين انت عليها كمان مع طبعا مع الاولاد الصغيرين، لازم يعرف ان هو انت بتعمل اللي عليك، لازم تعمل اللي عليك الاول، لكن حته اللعب مش بتاعتك، والفرصه هتاخدها طول ما انت بتعمل اللي عليك اكيد فرصتك هتيجي. مفيش 11 لعيب بيبداوا الموسم وينهوا الموسم اكيد، وعندنا في مصر بالذات يعني ممكن في اوروبا لكن في مصر صعب. لا صح يعني. كلامك مظبوط، فانت هتاخد فرصتك، هتاخد فرصتك لما تيجي فرصتك، لو انت بتمرن كويس هتبقى كويس، لو ما بتمرنش كويس ومقضيها تاكد انت هتبقى وحش، واللي اتعور هيرجع ياخد هتبعد، وممكن يكون جزء من المباراه كلنا نفتكر جده بالزبط. جده في بطوله افريقيا يعني لو جمعت عدد الدقايق اللي لعبها مش هيكمل مش هكمل شوط او يعني مش هكمل الماتش بالظبط، لكن صح. طلع من اسباب فوزنا ببطوله افريقيا كان جده وكتب اسمه التغيير. يمكن اتعرف اكتر من ناس كتيره كانت بادئه الماتش ولعبه الماتشات كلها، فدي جزئيه مهمه كمان. يعني كابتن طارق مصطفى لعب شوط واحد 98 جاب جول، مكسب تاريخ، جاب جول مكسب يعني بقى عمل نفسه تاريخ مزبوط. في 45 دقيقه، وفي ناس لعبت طول البطوله ومحدش يعرفها. صحيح مظبوط، يعني ما بحد، في ناس بتنساها. فالنهارده انت عليك دور كبير جدا كلاعب انك تحافظ على نفسك في ظل الظروف الصعبه اللي احنا موجودين فيها، وفي ظل الظروف ان بدا الموضوع يكتر تاني ويرجع تاني مره تانية. زي ما حضرتك قلت ما يخرجش كتير، ما يختلطش بناس كتير، طبعا البروتوكول كله لازم يطبقه، ما فيش الكمامه لازم تتلبس، غسيل الايدين، المطهرات، كل حاجه، ولادك وانت وهم راجعين من بره، زوجتك، خطيبتك، رايح عند مامتك، عند باباك، اتبع كل النظم، الوسائل، تتبع كل الاجراءات، تتبع كل الاجراءات عشان دي حاجه مهمه بالنسبه لك، انت بتعمل نفسك تاريخ، عايزه ولا مش عايزه، مش مسؤول عن نفسه بس كمان، هو بالظبط يعني جزء مسؤول كمان عن الجماهير. صح مظبوط، منظومه كبيره يا كابتن. كابتن ياسر شرفتنا، ربنا يخليك، نورتنا يا كابتن ياسر، مبسوط ان انا معاك والله، ربنا يخليك، شرفتنا وشرفتنا كابتن الكبير ياسر رضوان. بنقول لك الف شكر على تواجدك في البيت الكبير، بيتك ان شاء الله، ونتمنى يا رب ان شاء الله يوم 27 كلنا نفرح هنا في البيت باذن الله، ان شاء الله باذن الله، باذن الله. اشكرك كابتن، مشاهدينا بكره ان شاء الله نلقاكم في حلقه جديده في حلقه الويك اند. الاسبوع ده عدى بسرعه قوي، الخميس ان شاء الله، بكره النهارده يعتبر حلقه جديده في البيت الكبير من 10 ل 1. باي باي.